كيف بدأت الحكاية في السعودية؟ فالناس أنا من جيل القديم شوي، يعني بدأت مشاريع رقمية ما أعرف كان إيش اسمها وقتها، بس اللي هي الجيل اللي لفترة يعرف هذا الشيء اللي هي موضوع المنتديات والشات وتصميم المنتديات في 2003. فمن هذاك الوقت إلى الآن 15-16 سنة، فأنا مع الجيل هذا. الجيل هذا هو شاف التحولات كاملة، شاف كيف إنه الناس كان تعمل إعلانات في المنتديات وبانرز وتشتري إيميلات وترسل، بس ما له تعريف بمعنى تعريف والله لهذا المجال كيف شكله كذا. بال 2007 رسميا، أعتقد كان بال 2007 أول موظف في السعودية فعلا كان عنده رسميا، يعني اشتغل في شركة معينة كبيرة، كان مسمى الوظيفي أخصائي تسويق رقمي. قبل 2007 ما في السعودية كوظيفة معتاد، أوكي هذا أخصائي تسويق رقمي. بعد كذا بدأ الموضوع يكبر، المصطلح نفسه في نقاش كثير، لأنه حتى المصطلح نفسه على مستوى العالم تغير الآن. ديجيتال ماركتينج، بس في البدايات يعني عام 91 كان يسموه الانترنت ماركتينج، مع شو الانترنت واستخدامه. بعدين دخل الاي، يدخل في اي شيء الكترونيكس طبعا. بعدين عفوا الويب، مع ظهور الويب بعدين الاي الكترونيكس بيدخل في الايميل وكذا. بعد محركات البحث صار اسمه سيرش انجن ماركتينج. بعدين صار مع السوشيال ميديا ماركتينج، فطلع المصطلح الديجيتال، كل شيء مرتبط بالتقنيه، سواء حتى يدخل في انترنت الاشياء او غيره، كله يندرج تحت التسويق الرقمي إذا استخدمت التقنية هذه في إطار تسويق بحت. الآن في ناس كثير تقول له ديجيتال ماركتينج، يقول لك أوكي يعني تغردوا، في ناس تدير حسابات. فشيء طبيعي، أي مصطلح جديد دائما نواجه كذا.